السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحيتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن. أخوكم الشيخ حلال كل يوم يهدي لكم كلام وكل يوم يهدي لكم فيديو. لا تقولوا انساكم، راني مازال ما نسيتكمش، مازال عايش معكم وخا غيبت عليكم. احنا ولينا يا داخل البلاد سول على مالها، وكل بلاد راه فيها الصالحين. ارتب رجلك راك تصلق فيها، والسنه ما يريد رب العالمين. فوت على المقبره ودنك فيها، وحتى هما كانوا كيفنا حيين، تا واحد ما خلد دروك فيها، والسنه ما يريد رب العالمين. هذه واحد الحكايه من حكايات الزمان على مول الخير اللي كيدير الخير سمعت يسرالو، واللي يدير الشر سمعت يسرالو. قال لك يا زارع الخير حبه، ويا زارع الشر ياسر، ومول الخير راه ينبى ولكن مول الشر خاسر. ها مول الشر ديما خاسر، ربي ما معاهش الحيله. وين الهروب من الباري من لا تفك منه حيله؟ يا عبد الله تعصي ربك وهو صورك بحسن الصفه. وكنت ادم خلقك 40 يوم وانت نطفى، وبدا يفصلك من قدمك واعطاك الصدر مختلفه. خلق الفؤاد وخلق قلبك، جعلوا سلطان يا من الضعيفه. اعطاك اللسان ما فيه اعظم، وهو اسبابك في المحنه وهلاك. والعين غضها يا ظالم، هي اسبابك في عصيانك يا معماك. الليل مع النهار تخمم، والسفر طويل هذا ميجال وجاك. لو كان كنت غير تكابر وتزوز باسم الحيه، سفر طويل هذا ياسر، عمرو اللي مات ما رجع للدنيا. شفت شي واحد مات ولا للدنيا؟ الا هذا واحد السيد يا سادات يا كرام، كان غادي في عرض السحاري هامل وما عندوش الله غالب عليه، تيخلط على واحد الحاسي وقال انا قتلني العطش، يخصني هاد الحاسي نجبد منه الماء ما نشرب. ورقب على الحاسي حتى يبان له واحد بنادم. لما بان له هذاك بنادم قال له يا سيدي انا سلكني من هاد الحاسي راني غارق. وانت كسرت لك اسم. قال له ودي انا كنت نتمشى وما عبيتش لهاد الحاسي، الرجل ديالي زلقت حتى لقيت روحي في الحاسي، وهي نتقتلو اللفعه حتى هي في الحاسي. قالت له جبدني انا وخلي بنادم، وبالك انا غادي ننقذك، راني عندي 7 نتاع الوليدات وراني خليتهم، وطحت في هذا الحاسي ما قدرتش نخرج. وهو ينتقلوا الفار حتى هو طيح في الحاسي. قال له يا بنادم جابك رب العالمين، جبدني من هذا الحاسي وغادي غادي نكرمك الى كرمك الله. بنادم واسمو قال، قال راني جبد الفار ونشوف. دلا ديال وجبد الفار، وقال له يا الفار ها انت سلكت. قال له انت سلكتني ايه، ولكن انا ثاني غادي نعطيك واحد الحاجه. اما هي؟ قال له غادي نرد غاني كاع المال ديال السلطان غادي نجيبه لك. اش راك تقول؟ قال له راني نهدر معاك. قال له واخا، ولكن حاجه واحده. اما هي؟ قال له غادي دير الراي ديالي بنادم ما تجبدوش. بنادم ما نجبدوش ايه، علاش؟ قال له قلت لك بنادم ما تجبدوش، راه غادي يولي لك عله. عاودك جبد اللفعه، من اللي جبد اللفعه وهي تدور فيه. قالت له شوف انت يا جبدتني وسلكتني، لكن انا عندي 7 تاع الوليدات ما عرفت كيرها صار بيهم الحال، وراني غادي تايا انا غادي نغنيك الى غناك الله وغادي نسلكك، لكن الا دير راي بنادم ما تجبدوش. كيفاش؟ قالت له الا جبدت بنادم راه غادي تحصل فيه. هاك اسمو هذا. قالت له هاك هادشي من الجلد نتاعي،
ملي تحصل احرق واحد الشويه غادي يكون عندك. الله يهنيك. الفار هو عطاه واحد الشعره قال له شوف هاك ملي غادي تزير وتحصل احرق هادو جوج شعرات انا غادي نكون عندك. الله يهنيك. الفار مشى الفعه حتى هي مشات خيناش بد المشرب ويدور فيه داك بنادم قال له يا صاحبي انا اخوك ومسلم وعندي الاولاد جبدت اللفعه جبدت الفار وانا علاش ما تجبدنيش وانا اخوك. خينا بقى القلب ديالو يتقطع جبدو ملي جبدو بقى مترافق هو وياه غالي هو وياه مترافقين ولكن ما عندوش سكن واحد في واحد الفيلاج الفيلاج اللي ساكن فيه هذا اللي جبد اللفعة وجبد الفار حتى هو ساكن تما. قال له يا فلان كيفاش انت ما عندكش ما تاكل؟ قال له ما عنديش وقانع برحمة الله الحمد لله على سيدي ربي عاطيني الصحة وذو البصر هذاك هو الرزق في الله ولادي باش مكتب لهم ربي ياكلوا. يوم على يوم يوم على يوم واحد النهار قال انا نشوف هذا الفار واش كان بالصح ويضحك معايا ولا بالفعل. حرق جوج شعرات حتى خلط عليه الفار. هاني معاك شنو بغيت؟ قال له بغيت المال ما عنديش. قال له خاطيك الفار ولا يدخل للخزنة نتاع السلطان ويجيب لهذا المال. السيد كان ما عندوش العشاء نتاع ليلة دار الغلم دار البقري دار الخير شريه البلاد ما خصو خير. ويجي عنده هذا اللي جبدو من البير اجيس وانت كي صرات لك ما كاش عندك العشاء نتاع ليلة وفض عليك الخير خطرة واحدة. وقال له ربي كيعطي ويقلع مالك اخويا حسدتني؟ لا. واحد النهار السلطان يضرب الفقد يصيب الخزنة نتاع المال النص نتاع حمشة امر قال لهم روحوا انا المال كاع مشالي الخزنة نخونت دبروا على اللي دالي المال غادي نقطع له الراس ديالو ونحبسو تلقوا البريح لا اله الا الله محمد رسول الله السلطان راه مشالو المال من الخزنة وراه اللي ادى المال ولا عنده الخبر يجي يعلم غادي نكرمو. هذا خينا اللي جبدو صاحبو من البير واش قال؟ قال ما يكون داه غير صاحبي اللي سلكني من البير كيفاش كان ما عندوش العشاء نتاع ليلة حتى ولا لاباس بيه. جا غادي عند السلطان ادخل اش بغيت اش؟ قال له واش بغيت اللي ادالك المال؟ قال له نعم. قال له عليك بفلان واش عرفتو؟ قال له كان انسان جيعان فقير الحاله ما عندوش ايوا ولكن راه ولا دار واحد المال شرى الغلم شرى البقري شرى الجمال شرى الخيل ما خلى ما دار. الغالو قال له انت انسان كنت فقير الحاله ايه ومنين جاك هذا الخير؟ قال له سيدي ربي عطاني. قال له انت اللي ديت لي المال ديروه في الحبس. خينا عطاه المال اللي باعو الاخر بقى في الحبس. ابقى يعني واحد المده كبيره الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث الرابع الخامس السادس واحد النهار وهو يتفكر جات عندها المراه ديالو تزورو قال لي يا رواحي رواحي انا راني غالط كيفاش؟ قال لي ها شوفي ذاك السروال المقطع اللي فيه الرقعات ايه جيبيه لي قدام اللي تجي ترقبي عليا. ايوا صافي هاد السروال واش دير به؟ قال لي ها قلت لك جيبيه ما تكعريش
انا راني مخلي رزقي. جابت له النهار الاخر السروال، وهو يدور على هذاك السروال اللي حتى يلقى ديك الجلد نتاع ديك اللفعه، هو حرق منها شويه وهي خلطت عليه. مالك؟ قال لي ها راكي تشوفي. قالت له ماشي قلت لك بنادم ما تخرج واش غادي يولي لك عدو؟ قال لي ها عندك الحق، ولا لي عدو وباعني. قالت له الفارشه املك المال باش تعيش من الخزنه نتاع السلطان. ايه ولكني صاحبك اللي باعك اللي جبته من البير من الحاسي وانا غادي نعبر عليه، كيفاش غادي ديري؟ قالت له السلطان عنده بنت وحده، ايه غادي نمشي نتلوى عليها وما كاش اللي غادي يجبدني من عندها، وانت غادي تجي غادي يخرجوك وغادي تجي عندي وغادي كي نشوفك غادي نمشي ولكن نطلب الحوايج ديالك. قال لي هو مشات الافعال الدار نتاع السلطان تلوات على البنت نتاع بنت السلطان، دارت فمها عند الراس ديالها باش تقتلها ولكن ما غاديش تقتلها. لا طلقوا البريح، قال شكون يقرب هاد اللفعه؟ كان شي عيساوي عياو يجري وما كان والو، عياو يجري وما كان والو. هذا خينا اللي باع صاحبه اللي جبدو من الحاسي، قال صافي هادي نبيعو بعد هذا خينا بعد تقتله اللفعه تهنينا منه، اللي باقي له من الحبس تكملوا له اللفعه. جاي يجري قال له يا مالك إيه؟ عارف شكون اللي غادي يسلكك؟ قال له فلان اللي راك دايره في الحبس هو اللي غادي يسلكك من اللفعه. قال لهم جيبوه، امروا عليه جابوه. قال له البنت ديالي راها متلويه عليها اللفعه وغادي تسلكها وغادي نغنيك ونعطيك اللي بغيت. تغنيني؟ قال له نعم ما عندك ما تغني، الغني هو الله، انا غادي نسلك لك البنت ولكن الشرط اللي غادي نشرطو عليك خصك تقبلو. قال له نقبلو. تعطيني المال؟ قال له نعطيك المال والشرط نقبلو. تقبلو؟ قال له صحة. جاي يجري يعني عند البنت يقال لفعة ملوية عليها، هز اللفعة دارها في واحد الشكورة وعقد عليها. البنت تقعدت وقال له اطلب الشرط اللي بغيت. اطلب الشرط؟ قال له سيدي اعطيني نهار نحكمه. تحكم نهار؟ ايه. قال له اني اعطيك نهار تحكمه ما كاين مشكل، ها المال. قعد على الكرسي قال لهم جيبوا هذا السيد اللي سميته فلان. شكون هو اللي جبدوه من البير؟ جابوه. قال له هذا راه يخدم الظلم في البلاد، اديوه قطعوا له راسه. خينا اداوه قطعوا له الراس ديالو، وهذا خينا يعني يخرج على برا طلق اللفعه مشات في حالاتها، وهو ولا بالمال ولا لاباس عليه. علاش دير الخير تلقى الخير. حكايتنا مشات مع الواد، حنا بقينا معكم يا الناس الجواد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن، كل فيديو نقول هنا عايش مع الجمهور ديالي. الله يجعل رب العالمين يستر لكم العاقبه.